الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة محددة تعكس تمام قلقه بشأن ما يجري في جواره الجنوبي، مجددا حرصه على مساعدة شركائه في شمال إفريقيا أمنيا واقتصاديا. رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد شارك بشكل استثنائي في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الذين التزموا أمامه بتقديم مزيد من الدعم لبلاده. تكثيف التعاون في المجال الأمني وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي لدعم التجربة الديمقراطية التونسية، لأن التجربة الديمقراطية التونسية والانتقال الديمقراطي ما تحقق في هذا المجال يحتاج إلى دعم اقتصادي واجتماعي وأمني. الدعم الأوروبي لتونس سيطول مجالات اقتصادية وأمنية وسياسية محددة. الوزراء الأوروبيون قرروا زيادة الدعم المالي لتونس والتركيز على قطاعات حيوية في مجال التشغيل وخاصة القطاع الزراعي، كما اتفقوا على تقديم دعم لتونس في مجال مكافحة الإرهاب وإدارة الحدود. تونس طالبت الأوروبيين بالامتناع عن تحذير رعاياهم للتوجه إليها. العديد من السواح يذهبون إلى تونس، وإذا ما امتنعوا عن ذلك سينهار اقتصاد البلاد، لذلك هناك ضرورة لحمايتهم، وهنا تكمن المصلحة المشتركة بين تونس والأوروبيين، ضمان حماية السواح وضمان استقرار تونس. الوزراء الأوروبيون الذين عقدوا اجتماعا مع مبعوث الأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون أعربوا عن قلقهم تجاه تداعيات الوضع الليبي على تونس، وأشادوا أيضا بجهود هذا البلد في احتضان وإيواء آلاف الليبيين فوق أراضيه. الوضع في شمال إفريقيا بات هاجسا فعليا لدى المسؤولين الأوروبيين الذين باتوا أولا يخشون من ارتفاع التهديدات الإرهابية وضد مصالحهم تهديدا، وثانيا من ارتفاع وتيرة الهجرة والنزوح في المتوسط. علي محمد أحمد، تلفزيون دبي، بروكسل.